أنه ما أدركها. من أين أتى بها؟ شو يسمون هذا؟ شو يسمون هذا؟ تدليس. التدليس بين الصحابة هم يعترفون فيه. إرسال. طيب هذا التدليس هو الإرسال نفسه؟ هو نفسه. جيد، ما هو الفرق بين إرسال أبي هريرة وبين إرسال الإمام زين العابدين؟ وأنا قلت زين العابدين على وجه التحديد. لا لا، التفت لي بابا، ليش تقبلون مرسل أبي هريرة وما تقبلون مرسل زين العابدين؟ ليش تقولون ربما سمع من صحابي آخر زين العابدين أبو صحابي؟ شوف هذا وين أحكي وشوف هو وين أحكي، صير لك تنتبه لي لو شو اسمه، انتبه 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 لي، انتبه، اكتب لي واحد الآن لما أسألك ليش تقبل مرسل الصحابي أيها السني، شنو أيها السلفي السني كيفك، ليش تقبله؟ شو تجاوبني؟ تقول لي أنه عدل لا يكذب، مو صحيح؟ ولأنه سمعه من صحابي آخر، صحيح؟ هذين الاثنين، بعدك شيء غيره؟ طيب الإمام زين العابدين يكذب؟ عدهم عدهم مو عندك، عدهم 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 هما يكذب؟ لا يكذب. يحتمل أنه سمعه من أبيه أم لا يحتمل؟ كما احتملنا في حق أبي هريرة. ها؟ طيب ليش تقبلون مرسل أبي هريرة وما تقبلون مرسل زين العابدين؟ عندكم نص من الله سبحانه وتعالى يقول قبلوا مرسل الصحابي؟ عندكم نص من رسول الله يقول قبلوا مرسل الصحابي؟ ليش تقبلون هذا المرسل وما تقبلون هذا المرسل؟ فهمت شنو أقول؟ ها؟ لا ما أنت ليش تستدل بحديثي حديث أبي؟ ليش تستدل بحديثي حديث أبي؟ هذا لا تستدل به. أكو روايات كثيرة عندك اللي أنت تدري ببصائر الدرجات؟ إيه؟ روح للبصائر، باب كامل كامل الباب كلها روايات صحيحة وبنفس المعنى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على شيخ سلام بالغرفة، وإحنا تكلمنا كثيرا وقاصد خير رافع يده. على كل حال أيها الأحبة جزاكم الله خير. تعريف سيختلف معنى المرسل عند معنى الفقهاء، فيطلق المحدث المتعلم سقط الإسنادي بعد ثاني. المرسل عندهم مولانا عند المحدثين، المرسل هو ما أرسله التابعي عن النبي، هذا المرسل. اسمع، ما أرسله التابعي عن النبي هذا المرسل، هذا التعريف الأصلي للمرسل اللي يرسله التابعي عن النبي. لكن الآن هذا شوف شوف وين أحكي لك، أقول 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 بس أسامة ما راح يفهم كلامي، وين أحكيها شلون أحكيها؟ أقول أسامة أسامة، هل لأنه أدرك النبي؟ هو ما قال سمعه من النبي، هو قال قال النبي كذا وكذا، هو ما كان في الجلسة، منين سمعه؟ منين سمعه؟ أسامة جاوبني، ممن سمعه؟ أسامة ممن سمعه؟ ممن سمعه؟ جاوبني، ممن سمعه؟ ما قال حدثنا النبي، ما قال سمعت النبي، ممن سمعه؟ صعبة ورا حسانة. يتيم الزهراء أيس قال ما راح يعطينا المايك، خلي أروح أحسن لي في حفظ الله ورعاية مولاي. يا أسامة يا أسامة، ممن سمعه؟ موقوف موقوف، ممن سمعه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سؤال صعب، شو القضية أسامة؟ أخوان اللي ينتظر جواب أسامة خلي يرفع يده، اللي ينتظر جواب أسامة يرفع يده. خلينا نشوف والله كم واحد ينتظر جواب أسامة. شوف دولي أسامة كلهم ينتظرون، شوف دولي كلهم ينتظرون. سمعه من صحابي آخر، زين العابدين أبو صحابي، فربما سمعه من أبيه وأدرك أباه، وله من العمر 22 سنة واستشهد أبوه. شنو الفرق بينه وبين ذاك؟ أقول لك سمعه، أنت مو تقول سمعه من صحابي أبو هريرة، أقول لك زين العابدين أيضا سمعه من أبيه، من زين العابدين، من إمام الحسين، والإمام الحسين صحابي. شنو الفرق؟ أنا أريد فرق منطقي يا أسامة.
لو تقول نعم ماكو فرق، إذا تقول ماكو فرق تكون أنصفت واحترمت عقلك واحترمت المنطق. لو تعطيني فرق معقول. الآن تقول أبو هريرة، أي من يقوله الحسين طفل صغير، أي من يقوله، من يقول هذه؟ يعني روايات الحسين عن جده ما مقبوله عندكم؟ أسامة خليك عبد لله، يعني روايات الحسين ما مقبوله عندكم عن رسول الله صلى الله عليه واله؟ خوش خوش، واحسن الاسانيد عندكم. النسائي يقول احسن الاسانيد، احسن الاسانيد عند اهل السنه والجماعه هي روايه الحسين عن ابيه عن رسول الله، هاي احسن الاسانيد. الحسين عليه السلام، الحسين عليه السلام حينما اخبر ولده زين العابدين، حينما اخبر ولده زين العابدين كان يكذب على رسول الله مثلا؟ احشي حشي منطقي. الحسين صغير، اقول اكثر رواية ما لي علاقة، انا جاي احشي لك على الضوابط. يعني انت ما تقبل رواية الحسين عن رسول الله؟ اسامة انت ما تقبل رواية الحسين عن رسول الله؟ قول قول أن نحن اهل السنة لا نقبل رواية الحسين عن رسول الله، ما تقبلها؟ تقبلها لو ما تقبلها تقبل شيء. اذا الان بعد هذه الحجة مالتك الحسين صغير ما تفيد. الان نرجع لنفس السؤال، نقول زين العابدين سمع الحديث من ابيه وابو هريرة سمع الحديث من الصحابي، ليش تقبلون الموقوف من ابي هريرة مثل ما تعبرون عنه وما تقبلون حديث الامام زين العابدين عن رسول الله؟ ليش؟ بس تعطيني فرق. هذا مو ما يسمونه هروب، هذا يسمونه نكوث. انا وين احكي وانت وين تحكي؟ انا سؤال عندك جواب لما عندك؟ قول ما عندي جواب حتى اسكت عنك، اترك هاي القضية. عندك جواب لما عندك؟ سؤالي محدد، تقدر تجاوب عنه لو ما تقدر؟ اقول عندك جواب لما عندك جواب؟ اخ اسامة عندك جواب عن سؤال لماذا تقبلون مرسل الصحابي، لماذا تقبلون مرسل الصحابي ولا تقبلون مرسل الامام زين العابدين؟ غريب، انت شوية احسن من اسامة تفهم الكلام. اسمع يا غريب، طيني رقم واحد. اسامة مضيع دربك انت. اقول غريب اسمعني، طيني رقم واحد. طيب اسمع يا غريب، هذا الحديث راح اقرأ لك من صحيح مسلم، زين، عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه، من عمه؟ ابو طالب، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال أبو طالب لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآن أبو هريرة كان حاضر الجلسة هذه؟ أبو هريرة حاضر هاي الجلسة؟ غريب، هذا يقول ولي ملا. نعم، اخذ المايك وقل لي ابو هريرة جاوبني على السؤال، هل كان ابو هريرة حاضرا في الجلسة التي تحدث فيها النبي مع عمه ابي طالب قبل موته؟ تفضل لك المايك. شوف سؤالي، هل كان ابو هريرة حاضرا للجلسة التي كان النبي يتحدث فيها مع عمه ابي طالب؟ لك المايك. أعد الرواية لو سمحت أسد الحق، أعد الرواية. هذه إعادة الرواية عليك لأنك أصدرت حكم وما سامع الرواية. يا أخ غريب، توسمنا فيك الإنصاف. شلون تقول نعم؟ على شنو قلت نعم لعاد؟ ها؟ شو على شنو قلت نعم؟ أعيد. اسمع يا غريب للتأكيد، ما خشك. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم، عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. ها؟
هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه أبي طالب، ينقله لنا أبو هريرة، وما قال حدثني رسول الله ولا قال سمعت من رسول الله، قال قال رسول الله، ها قال رسول الله. الآن حياك الله عزيزي قصورة، حياك الله حجينا الغالي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن الآن أخ غريب، هل أبو هريرة كان حاضرا لتلك الجلسة فيروي لنا أحداث تلك الجلسة؟ سؤالي واضح؟ أي تفضل لك المايك، هل كان حاضرا لتلك الجلسة؟ تفضل لك المايك. نعم حاضر لهذه الجلسة، نعم قال قال أبو هريرة، معناته أنه شايف أمامه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لك المايك. طيب أخي العزيز، هل اعتمدت على مصدر في قولك هذا؟ يعني أكو مصدر؟ لو هذا على حسب مطالعاتك أنت وحسب معرفتك، حتى أكون منصف، اعتمدت على مصدر لو قاري في كتاب مر عليك خطير كذا؟ ما هو مصدرك لهذا الكلام؟ تفضل لك المايك. مصدري لهذا الكلام أن الصحابة عندنا عدول ولله الحمد، فقد ترضى الله عنهم في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فقد ترضى الله عنهم، فهؤلاء من المرضيين عنهم، فمن ترضى الله عليه لا نشك أنه قد يرتد أو يكفر أو ما إلى ذلك، فقد ترضى الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، فلا يتبدل قول الله في هؤلاء الصحابة، لا يتبدل قول الله في هؤلاء الصحابة، فقد ترضى الله عنهم. فإذا قال أحد من هؤلاء الصحابة أي حديث نؤمن به فهم ثقات وعدول. ولك المايك. حي الله أخي غريب، مرحبا بك أخي غريب. هل كان أبو هريرة ممن بايع تحت الشجرة؟ هل كان أبو هريرة ممن بايع تحت الشجرة؟ تفضل لك المايك. لا يحضرني أسماء جميع من بايعوا تحت الشجرة، لا يحضرني أسماء، فهم ما يقارب 700 صحابي، لا يحضرني أسماءهم جميعهم حتى أستخرج لك أبو هريرة منهم أو لا، من هؤلاء أصحاب البيعة، ولكن لا تحضرني الأسماء الآن، ولكن اعتقادنا في هؤلاء الصحابة الذين اجتباهم الله لرسوله واختارهم لنصرة دينه. بسم الله الرحمن الرحيم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، معناه اجتباكم اختاركم لرسول الله لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ناصروه وجاهدوا معه لنصرة دين الله، ومنهم أبو هريرة، فلا نشك فيهم لأن الله اختارهم. يا أخ أسد الحق، ولك المايك. حياك الله أخي العزيز غريب. طيب أخي المحترم غريب، هل شارك أبو هريرة في معركة بدر؟ أنا ما أريد الأسماء، أنا إذا بس مار عليك مثلا في التاريخ، في معركة بدر هل كان من المشاركين أخي المحترم؟ وأرجو من الأخوة أن يخففوا التكس. في معركة بدر هل كان من المشاركين أم أنه شارك في أحد فقط ولم يشارك في بدر؟ تفضل لك المايك. أبو هريرة نعم هو شارك في معركة بدر، نعم هو من الذين جاهدوا في هذه المعركة. لك المايك. أحسن. في معركة أحد هل كان أبو هريرة، يعني هنالك ربما يقال، هل فعلا كان قائد على ميمنة الجيش وضعه النبي صلى الله عليه وآله على ميمنة الجيش، أم مجرد كان مقاتل عادي
واسمح لي على هذه الأسئلة حتى أنا وياك نصل إلى النتيجة إن شاء الله. في معركة أحد هل فعلا كان قائد على الجيش؟ المايك لك. قائد على الميمنة يعني، مو قائد على كل الجيش، النبي كان قائد، لكن هل كان قائد على ميمنة الجيش كما قد يقال ذلك؟ تفضل لك المايك. لا يا أخي، أنا لا أعرف هذا الكلام كقيادة وما إلى ذلك، لم أعلم عن هذا الكلام، ولكن كما قلت لك أنه من الصحابة العدول الثقات عندنا ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فهم كلهم اجتمعوا في نصرة دين الله، ولم يرتدوا ولم ينافقوا. ولك المايك. حياك الله عزيزي، واحنا نحترم شخصك ونرحب بك. تبقى عندنا مسألة بعد، قضية معركة الأحزاب، المواجهة التي حصلت بين أبي هريرة وبين عمرو بن عبد ود العامري في معركة الأحزاب، حينما حصلت المواجهة بين أبي هريرة وبين عمرو بن عبد ود العامري، هذه المواجهة هل مرت عليك في التاريخ؟ يعني قرأت هذه في التاريخ؟ في معركة الأحزاب حينما تقاتل عمرو بن عبد ود العامري مع أبي هريرة، هل مرت عليك هذه المواجهة في التاريخ في معركة الخندق؟ المايك لك. لا يا أخي، لا لم أسمع بذلك، ولكن كما قلت في أبو هريرة فإنه من الصحابة المرضيين عنهم الذين ترضى الله عنهم، وقال عنهم، وأيضا قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأبو هريرة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل هؤلاء نبجلهم ونحترمهم، فهم رموز الأمة، حيث قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم، وأيضا آية أخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لتكونوا شهداء على الناس. فيا أخي، هؤلاء رموز الأمة، رموز الأمة الذين امتدحهم الله وأثنى عليهم، والآيات كثيرات بصراحة، إن أردت أن آتيك بالآيات آتيك بآيات لكي تقتنع إن شاء الله. فكما قلت لك، هؤلاء رموز الأمة، فلا ولم أسمع بما قلت قبل قليل أنه بارز وما إلى ذلك. لك المال. عجيب، يعني تحفظ هذا التاريخ كله لأبي هريرة وتعرف أنه شارك في بدر وشارك في أحد، وما تعرف مبارزة أبي هريرة مع عمرو بن عبد ود العامري؟ أنا أستغرب واقعا. طيب، في معركة خيبر هل كان لأبي هريرة دور في المعركة واضح؟ يعني في معركة خيبر هل كان لأبي هريرة وجود ودور قوي في هذه المعركة؟ المايك لك. أخي أسد الحق، أنت الآن في كل تأتي بأسئلة في كل موقف في كل معركة في كل، أنا مستعد أن أصبح سماك وأوجه لك الأسئلة عن الإمام علي، وأقول له وأقول لك: هل كان أو ماذا عمل في هذه المعركة؟ ماذا عمل في الموقف الذي كان ضمن صلح الحديبية؟ ماذا عمل؟ وهل كان وتستمر الأسئلة، وهل كان معهم؟ فأستطيع أن أعجزك حتى أنك لن تستطيع أن تقول أنه أو تثبت أنه معهم. فأنت الآن تأتي وتقول في كل موقف وكل معركة، تقول: هل أبو هريرة عمل كذا؟ هل أبو هريرة فعل كذا؟ هل قتل رجلا؟ هل من
ليس منطقا. أنا أستعد أن أوجه لك الأسئلة في الإمام علي رضي الله عنه وأقول لك ماذا عمل هنا وماذا عمل هناك وماذا قال في الموقف الفلاني وماذا وماذا. لاحظت أخي؟ فكما قلت لك هؤلاء قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت من الناس وجاهدوا وفي نصرة دين الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. وربنا هو الذي اختاره اختار هؤلاء لنصرة دينه. ولك المعزك يا عزيزي غريب. انا ما اريد اعجزك صدقني ما اريد اعجزك صدقني ما اريد اعجزك وانت محترم عندي وعزيز علي، لكن انا اسال هذه الاسئله حتى تكون الصوره واضحه فوسع صدرك علي بارك الله فيك. اخ غريب مو انت المشكله الان، انت دخلتني في اشكالات. انت ما شاء الله تقول ابو بكر ابو هريره شارك في معركه بدر وابو هريره كان حاضر في موت ابي طالب، واكو قضايا ثانيه مشهوره ما يعني مثلا واحد يقول ان ابي هريره الان هذا يقول ابو هريره هو من قلع باب خيبر وانت تقول لي ما ادري، شلون تعرف ذكرني وما تعرفه؟ هو من قلع باب خيبر وتقول لي ما ادري، مهش ما تدخل بعقلي القضيه. فانت خلي بالك وياي رجاعا وسع صدرك علي، يعني هذه شواهد انت ما تقدر تتجاوز عنها بارك الله فيك اخي غريب. الان هذا الامام علي طيب مو ابو هريره، طيب اخي حتى اختصر عليك المسافه، ممكن تقول لي متى اسلم ابو هريره؟ متى اسلم ابو هريره؟ ممكن تقول لي؟ لك المايك. اسد الحق وضح لي اسلوبك كله قصص كذب في كذب، وتقول في الموقف او في المعركة الفلانية او في الموقف الفلاني ماذا فعل ابو هريرة وتدعي والان تقول انه فاتح وقال عباب خيبر، وهذه القصة مشهور بها الامام علي، فكل امور كذب في كذب. فانا اعتذر يا اخوان للمشاركة في هذا الحوار. ولكم المايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ غريب الله يهديك، أخ غريب اللي يقول أن أبا هريرة شارك في معركة بدر هذا يفرق عنده إذا أقول له أبو هريرة قلع باب خيبر؟ ها؟ اللي يقول أن أبا هريرة كان جالس مع النبي في موت أبي طالب اللي مضيع صولك عابة مثل جنابك يفرق عنده بعد ابو هريرة قلع الباب لو ما قلع الباب؟ وانت قلبت الدنيا علينا اخ غريب. ايها الاخ المحترم انت عفست الامور عفس، وين معركة بدر؟ وين المصيبة؟ جاب ابو هريرة المعركة بدر، جاب المعركة احد، ابو هريرة اسلم اذا قيل عن اسلامه قبل لا يموت النبي بسنتين يا رجال. قلبت الدنيا علينا قلاب، والنوبة تقول نعم كان جالس بموتة ابي طالب. أبو طالب مات سنة 6 أو 8 الآن 6 للبعثة، وأبو هريرة أسلم بعد موت أبي طالب بقرابة 16 سنة 15 سنة وتقول لي قاعد وياهم والدوب تقول لي كذب في كذب؟ بالله عليك الآن هذا إنصاف منك؟ متى أسلم؟ متى أسلم أبو هريرة؟ في السنة الخامسة للهجرة. تفضل لك المايك. يقول السنة الخامسة. تفضل لك المايك. متى أسلم أبو هريرة؟ تفضل لك المايك. الأدمنية انتبهوا، الجماعة افتروا داخل شربوا نفط وداخل، انتبهوا الأدمنية اللي ما داخل أدمن خليه يدخل بإشارة الأدمن. هاجوا بعد صار الكلام شوية قوي هاجوا. غريب اخ غريب اذا تسمعني اعطيني رقم واحد قل لي متى اسلم ابو هريره. اخي انا ما اسئت لك حتى انت راسا تقول لي كذب في كذب، انا اريد ابين لك لشخصك انك مخطئ كثيرا، وهذه بديهيات التاريخ الاسلامي مثل ما يقولون. تسمعني اخ غريب؟
براحتك وانا اقبل اعتذارك، لكن اسمع يا اخي غريب، اسمع يا عزيزي، اسمع، بوسعك ان تراجع كل كتب الشيعة والسنة. ابو هريرة لم يكن مسلما قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين واشهر. اسلم ابو هريرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين واشهر. شلون يصير شارك بمعركة بدر وشارك بمعركة احد وبعدين تقول لي ها عرفت؟ يا اخي الله يهديك والله يبارك فيك، اصلا انتم الى الان مختلفين باسم ابو هريرة، وقفت على باب خيبر، ايه انتم مختلفين باسم ابو هريرة الى الان ما تعرفوا شنو اسمه. الان روح قل لي شنو اسمه، واحد يقول عبد الله، واحد يقول عبد الرحمن، واحد يقول كذا، واحد ما عندكم اتفاق على اسمه، بعدين تريد تتفقون على وقت اسلامه. الله يهديك، بس خوش تنزيل لحظه.